بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، شكرا للسادة المستشارين المحترمين على ملاحظاتهم. غير أنا بغيت نزيد واحد القضية، نقول جميع المداخلات مرحب بها إن كانت مكتوبة لاستكمال النقاط لما قدوش السادة المستشارين يحضروا لها نتيجة ضيق الوقت، أو أيضا للتوسع في بعض النقاط اللي يضطروا إلى الاختصار فيها. فنحن مرحبين بجميع المذكرات الكتابية باش نستكملوا المعطيات، وبكل صراحة كاين ملاحظات إيجابية ومهمة نريد نحن أن نفعلها ونتمعنوا بها ونعطيها للسيد الوزير المكلف في القطاع باش يشوفوا. ولكن أنا بغيت نشير واحد القضية. أولا راه عندي واحد العلاقة شخصية خاصة مع هاد مغاربة العالم. أنا كمسؤول سياسي، وهذا يجب أن يفعله جميع المسؤولين السياسيين، كنا كنمشيو كنديروا أنشطة في مختلف الدول. إلا بغيت نقول أغلب الدول الأوروبية، عدد من الدول الإفريقية، بعض دول الشرق الأوسط، تلاقينا مع المغاربة، زرناهم، درنا محاضرات معهم، درنا لقاءات سياسية إلى آخره. فالتواصل ماشي ديال الحكومة بوحدها ولا ديال الإدارة بوحدها، التواصل هو ديال الجميع، وخصوصا للأحزاب السياسية والبرلمانيين لا شك كيقوموا بواحد الدور مهم في هاد الجانب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أحد الإخوان هضر على إخفاق الحكومة. يلا 3 شهور باقي ما كملناش 100 يوم، غادي نكملوا نهار 5. إلا خفقنا من 3 شهور خصنا نقدموا استقالتنا. حنا بدا الآن كنديروا كنبينوا ها شنو الدار، وها الخط السير اللي غادي نمشيو فيه، وها الإجراءات اللي غادي نديروها. هذوك الإجراءات قولوا لنا هذه الإجراءات ماشي دقيقة، هذه الإجراءات خصها زيادة، خصها نقصان، باش نخدموا إن شاء الله. الإخفاق غادي تقولوا لنا بعد فترة زمنية معتبرة باش تقيسوا العمل ديالنا. ولكن أنا متفائل إن شاء الله. اللي قالوا اليوم إخفاق الحكومة غدا غادي يقول نجاح الحكومة إن شاء الله لما يروا النتائج على الأرض. بعض المسائل هضروا عليها بعض السادة المستشارين ولكن ما كانش دقيقة. الجهة 13، هذه الاجتماع اللي دار ديال الجهة 13 واللي كان بمبادرة مشتركة ما بين رجال الأعمال والحكومة، هاد الجهة 13 حضروها 100 مستثمر من مغاربة العالم. ما كانش كلام عام، ما كانش اجتماع غير لاستهلاك الكلام. كان أولا بدعوة مستثمرين ورجال أعمال مغاربة العالم وحضروا، وأيضا لإعطاء انطلاقة لطريقة للتواصل معهم، للتشبيك معهم، ولتنشيط العمل المشترك، العمل الاقتصادي المشترك بين رجال أعمال المغاربة ورجال أعمال ديال مغاربة العالم. هناك جوج نقاط قالوا ماشي دقيقين بالمرة. أولا صندوق الاستثمار هو صندوق عملي انطلق، ودابا 21 مشروع تقريبا ديال مغاربة العالم عرفت الانطلاق والنجاح، والسيد الوزير مستعد. إذا كانوا السادة المستشارين بغوا يديروا جولة استطلاعية أو زيارة استطلاعية يتعرفوا على بعض هذه المشاريع على الأرض، فهو مستعد. فإذا كنتم مستعدين ما كاينش مشكل باش نحلوا هذه الإشكال. ماشي كلام ولكن صحيح أنه 21 لا تزال قليلة، ولكن لأن الشروط اللي درت، لأن هذا الصندوق ماشي ديال التحفيزات العادية ديال جميع المستشارين ديال جميع المشاريع، ماشي لتيسير وتسهيل المساطر الإدارية إلى آخره، لا، هذا خص تقوم به الإدارة ملزمة. ولكن هذا كيقدم دعم مالي مباشر يذهب إلى 5 مليون درهم مباشرة، بدون ما كيرجعش للاستثمارات، ولكن وفق الشروط بطبيعة الحال راه بيناها يمكن البلد. النقطة الثانية، هذه القضية ديال التأخر في الموانئ عند الدخول، لم يبلغ إلى علمنا أن هناك تأخر كيمشي لهاد 24 ساعة اللي قال السيد المستشار. نهائيا هناك سهولة إلى حد أنه الآن ربما نحن من الدول النادرة في العالم وربما القليلة للطبع ديال الباسبور كيتم داخل البواخر في كثير من الأحيان، باش نسهلوا على المغاربة إلى دخلوا الموانئ كيدوز مباشرة وما يحتاجوش نعود يقفوا في طوابير إلى آخره. وبالتالي فإلا بغيتوا زيارة استطلاعية للموانئ باش تعرفوا على الإجراءات وعلى السهولة ديالها وعلى اليسر ديالها، صحيح أنه أحياناً وقعت حادثة أو حادثتين، أحياناً تقع أمور فوق القدرة وقع واحد شوية التعطر، هذا كاين. ولكن في العموم هناك سيوبة وانسيابية في الدخول. بالنسبة للقاءات التواصل إلى آخره، كاين شيء، كان يوم المهاجر اللي كان جلالة الملك هو اللي قرره، والآن سنويا كيدير يوم 10 غشت وكيدير في جميع العمالات والأقاليم. إذن هناك عملية تواصلية كتم من قبل السلطات الإقليمية والمحلية، وكيحضروا فيها الأحزاب السياسية وتستدعوا ليه البرلمانيين ويحضروا
ويتواصلوا. لكن هناك عدد من اللقاءات مع المستثمرين، وغدا هناك لقاء تواصلي مع جمعيات مغاربة العالم، اللقاء التواصلي الثاني لجمعيات مغاربة العالم غدا، وفي عدد من الورشات، وغادي تحضروا العشرات ديال الجمعيات، وغادي تكون في هذه الورشات غادي تهتم ليس فيما يخص الجمعيات مغاربة العالم فقط، ولكن أيضا عدد من القضايا بما فيها الاستثمار، وغادي تناقش إلى آخره. ويمكن أن يعني اللي بغى يحضر في سوفيتال هنا راه يمكن يحضر أيضا. السادة المستشارين، السيدات والسادة المستشارين كلهم راه مدعوين إلى بغاو يحضروا. أخيرا بغيت نشير لنقطة واحدة، هو القضية الخطوط الجوية، قلة الخطوط الجوية، وأنا مهتم بأوروبا فقط وأمريكا اللاتينية وأسيا وأفريقيا وأسيا ما مهتمينش بها. ونحن نعرف أن الخطوط الجوية مع إفريقيا هي الأعلى بالمقارنة مع جميع القارات الأخرى، عندنا 37 خط جوي في إفريقيا، هناك اهتمام خاص بإفريقيا، بل أكثر من هذا، هذوك المنح اللي هضرت عليهم راه كاينين غير إفريقيا الآن، المنح الدراسية الدعم الدراسي اللي قلنا غير إفريقيا، 4700 تلميذ في الجزائر، 805 في الكوت ديفوار، وهكذا. بمعنى هذا الدعم اللي كي الدعم المدرسي اللي كيتعطى هو بالأساس بإفريقيا، طبيعة المنح هو مفرقة على دول أكثر اللي هي جامعية، ولكن الدعم المدرسي اللي كنا كنهدفوا فيه إلى تحصين التعليم ديال المغاربة ودعمهم، وخصوصا اللي في الوضعية هشاشة، هذا أغلبها في إفريقيا، وهناك عدد من الأعمال كتم المغاربة في إفريقيا. ولكن أوروبا تقليديا المغاربة بدأوا بأوروبا، ثانيا العدد في أوروبا هو 80% كما قلنا، لهذا كيكون إعلاميا والتركيز حتى ديال السياسيين اللي كيمشيو كيتواصلوا أكثر مع المغاربة في أوروبا، وكيمشيو لتما أكثر ما كيمشيو السنغال كوت ديفوار إلى آخره باش يشوفوا المغاربة تما. أرى نفس الشيء، علاش؟ لأن الأكثرية هناك. ولكن أريد أن أقول في الأخير بأننا سعيدون بأن نقدم الخدمات إلى المغاربة المقيمين في الخارج العالم، ونخدموا معهم، ونحن سنحاول أن نطور هذه البرامج اللي هدرت فقط جبت فقط جزء منها. مثلا يمكن أعطيكم واحد البرنامج ديال دور مغاربة العالم، هالدور مغاربة العالم انطلقت في عدد من الأقاليم وغادي تمشي في أقاليم أخرى، وهذه كتستقبل مغاربة العالم عندما يدخلون، كتعطيهم الإرشادات ديالهم إلى آخره. كاين دارين الآن ثلاثة، كاين في الناظور، وكاين في بني ملال، وكاين في تيزنيت، ولكن الآن هناك برنامج لفتح دور أخرى لمغاربة العالم في مدن وأقاليم أخرى تدريجيا، وغادي نمشيو حتى تغطي أغلب الأقاليم بإذن الله. كاين في القريب في القنيطرات، ومن بعد في طنجة، كاين مفاوضات مع بولمان، لأن خص بشراكة مع السلطات الإقليمية والمحلية في المدن المعنية، وغادي نمشيو في هذا الدور باش يمكن يلقاو واحد الموطن قدم، واحد نقط ارتكاز في كل اقليم اقليم وفي المدن الكبرى بالخصوص، باش يمكن مغاربة العالم يمشيو يسولوا ويشوفوا الخدمات التي يحتاجون اليها، او حتى يحطوا الشكايات ديالهم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.